السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على الدرس الأول والدرس الثاني للصف الأول الثانوي. الدرس الأول عبارة عن مدخل لفهم منهجية الكتاب المدرسي، عاوزين نفهم الكتاب المدرسي هنشتغل عليه إزاي الموجود على موقع الوزارة. والجزء الثاني في الدرس الأولاني عبارة عن مدخل لمنصة كوريو لتعلم البرمجة على موقع الوزارة، هنتكلم حاجات بسيطة كده على منصة كوريو. الدرس الثاني معانا المعلومات والوسائط، تمام كده؟ طيب لما نبدا اول درس او اول جزئيه معايا فهم منهجيه الكتاب على موقع الوزاره، فلازم نفتح الكتاب المدرسي. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده الكتاب المدرسي الموجود على موقع الوزاره. هنا الفهرس بتاعنا ده البيانات، او اول درس معايا المعلومات. طبعا في بعض الدروس الموجوده قدامنا ديت هتكون دروس إسرائيلية، بمعنى إن هي مش هيكون أو يمتحن فيها الطالب. طبعا المعلم هو هيبلغك بالدروس الموجودة اللي هي إيه مش مقررة عليك، أو هتبقى معلومات إسرائيلية أنت هتبص عليها فقط للتعلم يعني أو للاستزادة. طيب أول درس معانا هنا في الكتاب اللي هو بيتكلم على المعلومات واللي إحنا هنشرحه إن شاء الله النهاردة. أي درس في الكتاب بيتكون من أربع حاجات أو أربع عناصر أساسية. أربع عناصر ديت اللي هي المنهجية بتاعت الكتاب المدرسي. أول عنصر معانا بيكون عبارة عن النقاط الرئيسية. النقاط الرئيسية، والنقاط الرئيسية ديت عبارة عن الجزئيات اللي هي المفروض يتم شرحها. عبارة عن الجزئيات اللي بيتم شرحها. وهي طبعًا الجزئيات اللي بتكون باللون الأحمر. يعني كل ما هو باللون الأحمر مطلوب منك إن أنت تكون متيقن منه. فهمته تمامًا. طيب هنا مثلا تعريف البيانات، تعريف المعلومات، الخصائص بتاعت المعلومات وهكذا، تمام؟ في عندي الوجه اللي هنا ده معناه ان انا هنا اقف المفروض هنا وابدا اناقش الطلبه، انت فهمت ايه؟ قول لي إيه تعريف البيانات، قول لي ايه المعلومات، وابدا اشوف المعلومات اللي وصلتهم ايه عشان اقدر ان انا اعمل له تغذيه راجعه ارد عليه وابدا نتناقش في الجزئيه، تمام؟ يبقى هنا اول جزئيه معايا في الدرس النقاط الرئيسية اللي هي عبارة عن الجزء اللي بيتم شرحه من خلال المعلم. طيب ننزل كده هلاقي الجزء الثاني تحدي معلوماتك. اه تحدي معلوماتك ده عبارة عن جزء أسئلة وموجود إجاباتها. ده اللي هو عبارة عن التمهيد اللي المعلم بيسأله في بداية الفصل. بس هنا التمهيد هنا عندي أو تحدي معلوماتك جاي مع إيه؟ بعد الإيه؟ الشرح. تمام؟ يبقى ده الجزء بتاع التمهيد بتاع المعلم. طيب دي اسئله طبعا، وادي هي الايه الاجابات بتاعتها. بيجي بعديها النقطه الثالثه، جرب بنفسك. جرب بنفسك ديت برضو عباره عن مجموعه اهيت من الاسئله. الاسئله ديت طبعا اسئله متوسطه، وهنا بتكون موجوده داخل الدرس. يعني هنا جرب بنفسك ديت بيتم الاجابه عليها داخل الحصه. يبقى هنا مجموعه من الاسئله طبعا بسيطة، وبتقيس بالظبط ايه اللي موجود في ايه اللي تم شرحه في النقاط الرئيسية. يعني معنى كده ان النقاط الرئيسية اللي انا اتكلمت عليها، تعريف البيانات، تعريف المعلومات، كلام من ده، هتبص تلاقيها هي دي. اجب على الاسئلة، ما هو مصطلح تمثيل تمثل او تمثيل الحقائق او الامور باستخدام الارقام والحروف والرموز؟ طبعا ديت اللي هي كانت عبارة عن ايه؟ اه تمام، البيانات او الداتا. فبتبدا تختار من هنا الاجابات. الأسئلة بتاعتها مبسطة جدا. طيب يبقى احنا كده قلنا عندي أول واحد المنهجية النقاط الرئيسية، ودي اللي هي عبارة عن الشرح. رقم اتنين تحدي معلوماتك. رقم تلاتة اللي احنا موجودين فيها جرب بنفسك اللي هو المحاولة، تمام كده. طيب رقم أربعة عندي والأخيرة التمارين اللي هو عبارة عن الواجبات المدرسية. وده طبعا الجزء ده هو بالظبط أو يعتبر مقابل لجرب بنفسك، يعني هتبص تلاقي درجة الصعوبة بتاعت دي هي ديت بالظبط. وبالتالي كمان في حاجة مهمة، إن جرب بنفسك أو التمرين اللي هو الواجب، الاتنين بيقيسوا اللي أنت أخدتهم في الكتاب. يبقى ديت المنهجية بتاعت الكتاب. الكلام ده مطبق على جميع الدروس، أي درس هندخل فيه أه هتبص تلاقي النقاط الرئيسية. طبعا الدرس هو بتاعنا أخلاقيات المعلومات، إن شاء الله هنقول المرة الجاية. عندي تاني حاجة تحدي معلوماتك، تالت حاجة جرب بنفسك، رابع حاجة تمرين اللي هو الواجب. دي منهجية بنسميها منهجية الكتاب المدرسي بتاعي. طيب في عندي تاني عنوان اللي هو مدخل منصة كوريو لتعلم البرمجة على موقع الوزارة. ايه هي منصة كوريو؟ رقم واحد، منصة كوريو تدعم التعلم الذاتي.
يعني حضرتك بتدخل بتبدأ تشوف الأوامر اللي عندي، كل الدروس الموجودة على كوريو. أنت عندك بالظبط كام؟ عندي 30 وحدة أو 30 فصل دراسي، تمام كده؟ كل وحدة بتتكون من مجموعة من الدروس. أنا في الترم الأولاني، في الترم الأولاني هدرس 17 وحدة و13 في الترم الثاني. كل وحدة أنت بتشتغل عليها بتسلم للوحدة الثانية، ما ينفعش إن أنت تكون في رقم واحد وتدخل رقم ثلاثة أقول أشوفها، لا ما فيش كده. لازم إن أنت تخلص واحد وبعدين تخلص الدرس اللي فيها الثاني والدرس الثالث تنتقل على الوحدة الثانية. بس وأنت بتاخد الدرس الأولاني وتخلصه هيديك عنده مجموعة من الأسئلة. الأسئلة ديت أسئلة مبسطة جدا بتقيس مدى قدرتك على استيعاب. طب افرض ان انا ما عرفتش اجاوب، مفيش مشكله، ما احنا قلنا في الاول ان هي بتدعم التعلم الذاتي. تعلم ذاتي يعني محاوله ان انت تنجح من اول مره، ممكن مره ثانيه مره ثالثه، مفيش اي مشكله. طبعا انت لو نجحت من اول مره بتاخد حاجه اسمها بيرفكت. بيرفكت دي يعني انت حل 100% من اول مره، تمام؟ فبيديك عدد من المسات كده اللي هي حاجات تقديريه، تمام؟ يبقى انا عندي 30 وحده او 30 فصل دراسي، 30 باخد 17 في الترم الاول و13 في الترم الثاني. بكل واحد بيكون بعده اسئله. طيب كل ثلاث وحدات دراسيه بيكون في بعديها وحده اللي هي مثلا 1 2 3 خلصناهم، رقم 4 تلاقي فيها جزئين، ريفيو مراجعه وميدل تيست واختبار كده ايه مبسط، اختبار بسيط، تمام؟ اتعدي تدخل في اللي بعديها واللي بعديها وهكذا. طيب حضرتك انت لما تخلص ال 30 دول في اخر السنه بيأهلك لحاجه اسمها توفس. توفس ديت شهاده دوليه معتمده وتعتبر الشهاده رقم واحد في اليابان. شهاده رقم واحد في اليابان. وبعض الجامعات لدرجه ان 10% في اليابان من الجامعات اللي هناك بتعتبر ان الشهاده ديت بتاعت توفس رقم واحد عشان يقدر ان هو يدخل الجامعه عندهم، تمام؟ طيب معنى كده ان الطالب هياخد شهاده دوليه معترف بها مجانا، لان الوزاره هي اللي هتدفع تكاليفها. طبعا تكاليف بتاعه الشهاده ديت عاليه جدا. الدوره اساسا اللي انت هتشتغل عليها على المنصه طبعا دوره مجانيه، اللي هيدفع تكلفتها هي وزاره التربيه والتعليم، تمام؟ انت هتشتغل ايه على المنصه بتاعت كوريو؟ كوريو ديت على اكتر من حاجه، انا هشتغل من خلالها على حاجتين مهمين جدا. ايه هي بقى؟ هشتغل على حاجه اسمها الجافا سكريبت. الجافا سكريبت، وزي ما هسيب لكم الفيديو اللي احنا كنا شرحناه ازاي ان احنا بقى هندخل على المنصه، ازاي ان انت هتتعامل مع المنصه. طبعا المؤامر الموجوده في المنصه كلها انجليزي، لان احنا لغات البرمجه تكتب بحروف انجليزيه، تمام؟ طبعا مش هنسبق الاحداث، لان احنا كل فتره حسب توزيع المنهج اللي عندي هنبدا نشرح جزئيه جزئيه، سواء كانت جزئيه خاصه بالكتاب زي الدرس بتاع المعلومات والوصفات اللي احنا هنقوله دلوقتي، او جزئيه خاصه بالايه؟ المنصه، تمام كده؟ يبقى هنكون مع بعض ان شاء الله، سواء الجزئيه اللي خاصه بالكتاب او الجزئيه اللي خاصه بالمنصه. طيب لما نيجي اول جزئيه بقى او اول حاجه في الشرح بتاعنا، عندي ثلاث مصطلحات مهمين جدا: البيانات داتا، المعلومات انفورميشن، المعرفه نوليدج. طيب ايه هما الثلاث حاجات دول؟ اول حاجه ايه هو مصطلح البيانات او الداتا؟ احنا اتعودنا زمان ان الداتا ديت عباره عن الماده الخام للمعلومه. اول ما كان بيجي يقول لي البيانات كله بقول له ديت حاجه هي لازمه، بس هي بتعتبر مواد خام للمعلومه. الف ب ذهب اكل تفاحه، مش بتفيدك، مش بتديك معلومه كامله، لازم تنحط مع مجموعه من الكلام او مجموعه من الحاجات اللي جنبيها عشان تديني ايه؟ معلومه. طيب هنا اجى قال لي هي عباره عن حقائق. البيانات او الداتا عباره عن ايه؟ حقائق بتتمثل او بتاخد شكل اللي هي ممكن نعبر عنها بارقام او حروف او رموز. يبقى اذا البيانات عباره عن ايه؟ مجرد او مجموعه من الحقائق بنعبر عنها يا بصوره ارقام يا حروف يا رموز. طيب الانفورميشن او المعلومات، المعلومات او الانفورميشن اللي هي عباره عن معنى او قيمه للمتلقي. ذهب محمد الى المدرسه، حضرتك ايه فهمت ايه؟ انت فهمت ان محمد راح المدرسه، تمام كده؟ شارب محمد كده، يبقى حضرتك هنا وصل لك ايه؟ معلومه. يبقى اذا المعلومه عباره عن ايه؟
معنى أو قيمة للمتلقي. طيب إيه لازمتها المعلومة؟ ده اللي بتساعدني في اتخاذ القرار. يبقى هي معنى أو قيمة للمتلقي بستخدمها لاتخاذ القرار بتاعي، تمام؟ وطبعا هي مش بتكون بشكل مادي، يعني مش بتكون مثلا بيت أو بتكون عمارة أو بتكون قلم، لا مش بتاخد شكل مادي، تمام كده؟ يبقى إذن مش لها، ليس لها شكل أو كيان ثابت. طيب بس هي لها مجموعة من الخصائص، لها ثلاث خصائص. أول خاصية عندي اسمها الاستمرارية. يعني إيه الاستمرارية؟ يعني بمجرد إن أنت كونت المعلومة ما ينفعش إن أنت تمحي كل المعلومات كلها مرة واحدة أو تشيلها كلها مرة واحدة. يعني لو أنت خدت معلومة، هل بسهولة إن كل المعلومة اللي أنت خدتها دي تتمسح؟ ممكن جزء ينعمل، ممكن تعدل فيه، لكن مش ينفع إن هي يبقى أول خاصية عندي في المعلومات الاستمرارية. تاني خاصية عندي حاجة اسمها قابلية التكرار. يعني ممكن إن هي ناخد منها أكتر من نسخة بسهولة وبأعداد كبيرة. قابلية التكرار. تالت حاجة قابلية الانتشار. يعني من السهل جدا إن المعلومات تقدر إن هي توصل أو تتوزع أو تنتشر في أي مكان في العالم. دي من خلال إيه؟ ممكن من خلال بقى الصحف أو التلفزيون أو الإنترنت. طبعا الحاجات ديت بتساعد في نشر المعلومات بشكل إيه؟ كبير جدا. تمام؟ طيب ندخل على المصطلح. يبقى إحنا خدنا البيانات، خدنا المعلومات، خدنا خصائص المعلومات. ندخل على المصطلح الثالث النولج أو المعرفة. يعني إيه معرفة؟ قال المعرفة ديت عبارة عن مجموعة من المعلومات، بس بقى عملنا إيه؟ حللناها ونظمناها بشكل منهجي، بشكل علمي. المعلومات ديت عشان نقدر نتخذ بها قرار يبقى عملنا لها عملية تحليل وتنظيم. تمام؟ ليه؟ عشان آخد بها قرار أو أحل المشكلة. يبقى هي المعلومات، يبقى المعرفة عبارة عن إيه؟ معلومات. بس إيه بقى؟ حصل لها عملية تنظيم وتحليل بشكل منهجي، بشكل علمي كده. عشان تساعدني في اتخاذ القرار اللي هو في حل المشكلة بقى. تمام؟ طيب. بعد إيه أقسام المعلومات؟ أنا عندي المعلومات ديت حاجة من اتنين، إما إن هي تكون معلومات أولية أو معلومات ثانوية. طب إيه هي المعلومات الأولية؟ المعلومات الأولية اللي أنا بحصل عليها من خلال التجارب الشخصية المباشرة أو عن طريق أبحاث. يبقى ممكن إن أنا أحصل عليها بنفسي من خلال التجارب المباشرة أو الإيه؟ الأبحاث والتجارب. زي مثلا تقارير تجارب أو نتائج استطلاع الرأي أو جداول الاستبيانات. أول ما حاجة المعلومات الأولية بنحصل عليها من خلال التجارب المباشرة أو البحث والتجارب. طيب تاني حاجة اللي هي المعلومات الثانوية، ودي ما بنحصلش عليها بنفسنا. المعلومة الثانوية دي ما بحصلش، لا ده أنا باخدها من طرف تاني، زي أنت بتاخد مثلا من التلفزيون، بتاخد من الراديو، بتاخد حد بيقول لك حاجة فأنت بتاخدها. وبالتالي هنا في حاجة مهمة، المعلومة الثانوية ديت ممكن تحتمل ان هي تكون مش مظبوطه، وبالتالي لازم ان انا اقدر ان انا ايه اعمل لها مقارنه مع اكتر من مصدر بحيث ان انا اتاكد هل هي سليمه او مش سليمه. تمام كده؟ يبقى في بعض الاوقات المعلومه اللي هي الثانويه تختلف عن المعلومه الاصليه او المعلومه الحقيقيه، ممكن تختلف يكون في تفسيرات كتير، كل واحد بيقول راي او بيقول المعلومه بس بطريقته، فممكن توصلك انت بشكل مش مظبوط. علشان كده لازم نعمل ايه؟ مقارنه بين اكتر من مصدر ونتاكد من صحه المعلومه، وده بنسميه التحقق المتبادل، اللي احنا بنقارن البيان او المعلومه، اسف، بنقارن المعلومات باكتر من مصدر للتاكد من صحتها. تمام؟ طيب حاجه اسمها الوسائط. ايه هي الوسائط او الميديا؟ الوسائط اللي عن طريقها بيتم نقل الايه؟ المعلومات لعدد من الافراد. هي الوسائل، يبقى الوسائط عباره عن ايه؟ الوسائل اللي بنستخدمها لنقل المعلومات للناس عشان ننقل، عشان تنقل تنقلها عن طريق ايه؟ احنا بنقول عن طريق النت والتلفزيون ومش عارف ايه، عاوزين بس نعملهم ايه؟ بشكل كده اربع حاجات سهله كده. فانا عندي هنا قال لي رقم واحد عن طريق وسائط الاعلام التعبيريه. يعني ايه وسائط الاعلام التعبيريه؟ ان انت تكون بقى عن طريق ان هي مكتوبه او صوت او فيديو او كلام من ده. اللي هو ايه؟ الوسائط المستخدمة كوسيلة للتعبير عن المعلومة، أو وسائل النقل والإرسال اللي هي المستخدمة لنقل وتبادل المعلومات، التلفزيون والراديو والصحف اللي هي الجهاز نفسه، الوسيط اللي هو عبارة عن إيه اللي هينتجه، الوسائط النقل اللي هي الوسيلة بقى هننقل عن طريق إيه، التلفزيون الراديو الهاتف الإنترنت أيا كان، وسائط التسجيل. هنا هنستخدم وسائط لتسجيل وتخزين المعلومات عشان نخزن نعين فيها المعلومات. تمام كده؟
زي ايه بقى؟ هنعين على ايه؟ على الورق، على محركات الاقراص، على اليو سي بي، ايا كان بقى ايه، اي حاجه تقدر ان انت تخزن عليها الداتا، فبنسميها اللي هي وسائط التسجيل. يبقى انا عندي الوسائط ثلاث حاجات: وسائط اعلام تعبيريه اللي هي ايه اللي هيتخزن، ايه الوسيط اللي احنا هنخزن، احنا عاوزين نخزن النصوص يا صور يا صوت يا فيديو، هو ديت الوسائط اللي بتبقى. طب اخزنها او انجلها ازاي؟ انجلها وبعدين اخزنها. يبقى ايه هي الوسائط؟ انجلها ازاي او من خلال ايه اخزنها ازاي؟ يبقى الوسائط نص، صور، صوت، فيديو، بنجلها من خلال تلفزيون او راديو او صحف او كتب، بسجلها او بخزنها او بعينها على ورق، على محركات بقى اقراص اللي هي الاسطوانات او كلام من ده، او دي في دي او سي دي، تخزين سحابي، ايا كان نوع التخزين. عندي حاجه الاخيره اسمها الثقافه الاعلاميه، اللي هي القدره على تفسير المعلومات التي يتم الحصول عليها من الوسائط بدقه. الثقافه الاعلاميه انت تقدر تفسر المعلومه اللي هتجي لك من خلال الوسائط، المعلومه اللي هتطلع لك من التلفزيون، حد بيقولها في التلفزيون ولا في الراديو ولا في الصحف ولا في الكتب ولا ولا ولا، تقدر ان انت تفسرها عشان تحصل عليها ايه بدقه، تحصل عليها من الوسائط ايه بدقه، تشوف المعلومه بدقه تامه. تمام، ده الدرس كده. احنا كده قلنا الدرس الاول والدرس الثاني. الدرس الاول كان عباره عن المنهجيه بتاعت الكتاب المدرسي ومعلومات بسيطه بس على المنصه كوريو. ان شاء الله المنصه انا نزلت فيديو ازاي الطالب يدخل على على البريد الالكتروني الموحد بتاعه ويجيبها ازاي، هسيب لكم برضو الرابط بتاع الفيديو ورابط ازاي ان انت تدخل مباشره على البيانات بتاعتك، بتحس ان انت تدخل البريد الالكتروني الموحد وتدخل كلمه المرور يطلع لك البيانات بتاعتك. تمام كده، وبعد كده هنبدا نشتغل على المنصه ان شاء الله واحده واحده في الخطوات سنة. اتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش يعني بالاعجاب واشترك معنا في القناه في اي زر الجرس لكل جديد. السلام عليكم.